معنا أيضا على الهاتف لإبراز جهود الدولة في دعم ذوي الهمم من خلال صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عطاء، الأستاذ شريف سامي عضو مجلس إدارة صندوق عطاء. أهلا بيك يا أستاذ شريف في المواجهة، وبداية كده يعني ما هي أهم أوجه الدعم المختلفة اللي بيقدمها الصندوق لدعم ذوي الهمم؟ أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أي عمل سواء خيري أو اجتماعي أو أهلي عايز تمويل، هي الحياة سنتها إنه المال يحقق الأهداف. فكانت المبادرة أو الفكرة من سنتين إنه يبقى صندوق استثماري يجمع أموال ويصرف من عائد الأموال وليس من أصلها، فتبقى زي الصدقة الجارية علشان تمول مشروعات فيها جهات جمعيات أهلية أو جهات حكومية زي جامعات ومستشفيات. في النهاية الصندوق مش بينافس المشروعات ولكن يوفر لها تمويل، وبالتالي بنعزز من قدرتها على أداء ما تخصصت. على سبيل المثال كان في مبادرات لتمويل مشروعات اللي هم عندهم إعاقة سمعية، توفير القوقعة. أيوه. مشروعات أخرى الطفولة المبكرة في الريف تحديدا، اكتشاف لو في إعاقة ذهنية في السن الصغير ساعات ما تكتشفش بسرعة. مبادرات تالتة الإعاقة البصرية في الجامعات، ويبقى لهم الأدوات والأجهزة اللي بتساعدهم في قراءة أو الوصول إلى المحتوى التعليمي وهكذا. وبالتالي التكامل مع ما توفره موازنة الدولة واللي بتقوم به الجمعيات الأهلية، كلما زاد التمويل المتاح بنقدر نقدم خدمة أفضل للمواطن المصري اللي عنده إعاقة، وطبعا إعاقات كتير حركية وذهنية وسمعية وبصرية وما إلى ذلك. كلما زاد التمويل المتاح، إذا ما هو الجديد فيما يتعلق بالقطاع المالي؟ إضافة لتمويل المشروعات ذوي الإعاقة، مواطنين لهم حق زي بقية إخوانهم وأخواتهم إنه يتعاملوا مع البنوك تحت حسابات، يعملوا تحويلات، يبقى فيه مدخرات. وبالتالي لما ظهر قانون الإعاقة نص على إنه القطاع المالي اللي هو بيقوده في الأساس المصارف البنوك المصرية لازم تقدم خدمات ميسرة لذوي الإعاقة، بمعنى عند فتح حساب آلات الصراف الآلي. كان قبل كده صعب ان واحد عنده اعاقه بصريه مثلا يقدر يروح يمشي على تحت وبتاع تقول هات حد معاك، ودلوقتي بقى في تقدم التكنولوجي بيسمح بالتسجيل الصوتي، بيسمح انه بقراءه النصوص، الات الصرف الالي بيبقى فيها يعني تسجيل للتعليمات عشان يقدر يدخل ارقام حسابه. ده حاجه البنك المركزي بصفته الرقيب والمنظم للبنوك أصدر تعليمات إنه في بعض الفروع، طبعا صعب كل فروع البنوك في الوقت الحالي تقدم مثل تلك التيسيرات. أيضا بعض البنوك اللي عنده إعاقة حركية لازم يبقى الدخول والخروج من المقر ميسر. سلالم مثلا عشان يطلع على كرسي متحرك، ولكن يبقى في مكان يقدر الكرسي يتحرك عليه. التوجهات دي مهمة على أساس أنه أيضا إحنا كدولة بنسعى للتمويل المالي وأنه الكل يبقى عنده خدمات مالية وما يبقاش في إقصاء لجزء من الشعب لمجرد صحيح. يعني الشمول المالي والتحول الرقمي حيسهل الأمور أيضا، وحق وهو حق للمواطن حتى لو عنده إعاقة، وبالتالي يجب أن ييسر له زي ما مفروض الأرصفة في الشوارع وسائل النقل وزي في محطات معينة بيبقى في مصاعد. فبالتدريج طبعا الحاجات دي مكلفة جدا، ولكن اهتمام من رئيس الدولة ومن الحكومة والأجهزة الرقابية على القطاع المالي أعتقد سنشهد دمج أكتر في القطاع المالي لذوي الإعاقة. ده اللي احنا بنتمناه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ شريف سامي عضو مجلس إدارة صندوق عطاء، شكرا جزيلا لك.